تواصلي من اجل البوح والحكي والفضفضه لمشاكلنا اليوميه في العلاقات الاسريه والغوص في عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. طيب كريبان. ايضا من علامات الساعه ظهور المسيخ الدجال. يسمى بمسيح الضلاله، يفتن الناس لان ربنا يعطيه ايات، عنده قدرات انه ينزل المطر من السماء، وانه يحيي الارض بالنبات وخوارق كثيره يعطاها له. هذا المسيخ الدجال يقال بانه كان للدين المسيحي. ويقال بان احدى عينيه ممسوحه. إحدى عينيه ممسوحة سمي دجال لأنه يغطي الحق بالباطل ويموه ويلبس على الناس عنده قدرة هو يمثل الباطل والتمويه والتلبيس له صفات كثيرة مذكورة في القرآن الكريم أنه من بني آدم وأنه قصير القامة وعريض النحر ممسوح العين اليمنى ومكتوب بين عينيه كافر يعني كافر ومن صفاته انه عقيم لا يولد له نسل هذا الدجال خطير هو من اكبر الفتن تظهر في اخر الزمان تسمى فتنه الدجال العظيمه لان الله تعالى يعطيه خوارق تبهر العقول وتحير الالباب لكن الله تعالى حرم عليه دخول مكه والمدينه ولكن ما سوى ذلك من البلدان سوف يدخلها واحدا بعد الاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا كثيرا وامرنا بان نتعود من فتنه الدجال وكان يدعو في صلاته صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار وعذاب النار ومن فتنه القبر وعذاب القبر واعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بان من ادركه منكم فليقرا عليه فواتح سوره الكهف فسوره الكهف هي من المنجيات من حفظها او قراها عصمه الله تعالى من فتنه المسيح الدجال وان هذا المخلوق سوف يهلك على يد عيسى بن مريم عليه السلام في اخر الزمان كذلك من علامات الساعة الكبرى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خروج ياجوج وماجوج. ياجوج وماجوج هم مخلوقات غريبة ذكرهم الله تعالى في عدة مواطن من القرآن في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء. لما ذكر قصة ذي القرنين قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا هادهما يأجوج ومأجوج كانوا في عهد ذي القرنين وقد ضرب عليهم ردما كبيرا وصورا عظيما لكنهم سوف يخرجون يتمكنون من هدم هذا السور ويخرجون من هذا الردم وهو الذي قال فيهم الله تعالى: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فهذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى سخر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد العظيم ليحجز ياجوج وماجوج هذا القوم الفاسقين في الارض عن الناس لكن اذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعه انذاك سوف يندك هذا السد ويخرج ياجوج وماجوج بسرعه عظيمه وفيهم جمع كبير ولا يقف امامهم احد من البشر فيموجون في الناس ويعثون في الارض فسادا وهذه من علامات الساعة الكبرى حيث يقع خراب الدنيا وينفخ في الصور فتقوم الساعة والأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة منها مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تحكي زينب بنت جحش رضي الله عنها دخل عليها يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعيه الإبهام والتي يليها فقالت زينب بنت جحش يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبت والاحاديث على ظهور ياجوج وماجوج وخروجهم في اخر الزمان كثيره ومتواتره. ايضا من علامات الساعه الكبرى خروج الدابه. دابه غريبه سوف تخرج في اخر الزمان وقد ذكرها الله تعالى في سوره النمل لما قال: واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم. أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم هذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الدابة وذلك أن يكون عند الناس فساد ويتركون أوامر الله ويتغير الدين هنا تخرج الدابة فتكلم الناس دابة تعقل وتنطق والمفروض أن الدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل ولكن ربنا اراد ان يجعلها ايه من عنده واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ثم كذلك من علامات الساعه الكبرى ظهور المهدي المنتظر المهدي المنتظر جاء في احاديث صحيحه كثيره انه سوف يظهر في اخر الزمان من ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم ابشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلزال عظيم فيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه سكان السماء وسكان الارض ويقسم المال صحاحا فقال له رجل ما معنى صحاحا يا رسول الله قال بالسويه بين الناس هذه بشاره من البشارات ان ان اخر الساعه ستكون هناك مظاهر مخيفة الدجال والمسيخ الدجال ولكن بالمقابل هناك مظاهر طيبة سوف يظهر المهدي المنتظر سيكون رجل هو أيضا بمقابل الدجال الدجال هو هو رجل قصير القامة عريض القفا وعيناه فيها عور لكن المهدي سيكون من أهل الإيمان ويكون قوي ويملأ الأرض عدلا وقسطا بعد ان تملا جورا وظلما وسوف يعدل بين الناس خصوصا يقسم المال يكون المال قد كثر ويقسمه بين الناس بالسويه وفي الحديث ايضا قال صلى الله عليه وسلم المهدي منا اهل البيت يصلحه الله تعالى عز وجل في ليله يعني ان هذا المهدي هو رجل من ال بيت رسول الله لم يكن في الاول معروف وقد يكون على ضلاله في بادئ امره ولكن الله تعالى يتوب عليه فتصح توبته ويصح اسلامه فيوفقه الله للخير ويلهمه الصواب ويرشده الى ما فيه الفلاح ثم يبدا بنشر هذه الحركه حركه المهدويه التي فيها نشر العدل والقسط بين الناس ومحاربه الجور والظلم كذلك من علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام سيدنا عيسى بن مريم هو نبي النصارى هو لم لم يمت ولكن رفعه الله إليه وفي القرآن الكريم ربنا تحدث عن نزول عيسى بن مريم لما قال ولما ضرب ابن مريم مثلا لما قال قالوا وقالوا الهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون وانه لعلم للساعه وانه لعلم للساعه فلا تمطرن بها واتبعون هذا صراط مستقيم فالايات تقول لعظم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه كذلك من اخطر علامات الساعه الكبرى ظهور الشمس من مغربها الشمس تصعد علينا كل يوم من مشرقها ثم تسير الى ان تغرب من مغربها هذا هو النظام الكوني لكن هذا الكون سوف يختل وهنا تظهر علامات الساعه الكبرى طلوع الشمس من مغربها هنا سوف يغلق باب التوبة باب التوبة مفتوح ما دامت الشمس تطلع من مشرقها ودليل ذلك ما قاله الله تعالى في كتاب العزيز هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون فالاحاديث الصحيحه بينت بان المراد بان ايات ربك هو طلوع الشمس من مغربها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت رأها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولعل من أهم علامات الساعة الكبرى هي خروج نار عظيمة النار التي تحشر الناس هي من أهم أجرات الساعة وهي مؤذنة بقيامها قال صلى الله عليه وسلم واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم اخر العلامات ديال الساعه هي نار عظيمه قيل تخرج من اليمن كما في الحديث الصحيح وتطرد الناس تنتشر في العالم والناس يسيرون الاحياء في ذلك الزمن يحشرون الى المحشر هذه باختصار ايها الاحباب الكرام من باب التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هذه أهم علامات الساعة التي ذكرها القرآن الكريم وذكرها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة العلامات الصغرى والكبرى وهذا دليل على أن العالم هو يسير نحو, نحو النهاية يسير طبعا لا يعلم الساعة إلا الله لا أحد يعلمها قل انما علمها عند ربي وربنا عز وجل قال قال قل وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه ممكن ان تكون قريبه وهذه الساعه علامات نحن نعيشها الان ظهور الفتن نحن نرى عبر الاخبار وعبر الاحداث التي تقع في العالم فتن هنا وهنا وهناك نرى ضياع الامانه الأمانة قلت الناس لم يعد يثيق بعضهم في بعض العلماء يقبضون وإذا قبض عالم صعب جدا أن تعوضه وبالمقابل يظهر الجهال الذين يفتون الناس بغير علم ويتكلمون في شؤون العامة ثم لا يخفى عليكم أن الناس صاروا حتى في مجال التدين يتباهون ببناء المساجد وزخرفتها ولكن لا يعمرونها إلا قليلاً ودلقوا كذلك تقارب الزمان أن الزمن لم تعد فيه البركة بسرعة تمر الأيام ثم نرى كذلك الشح أن الناس عندهم المال ولكن يأبون أن يتصدقوا أو ينفقوا ثم رأينا ذهاب الصالحين كل مرة نسمع بأن بعض الذاكرين الصالحين يذهبون صعب جدا أن تعوضهم ونرى كذلك على المستوى الدولي الصراع في الحديث كثرة الروم وقتالهم للمسلمين هذه الحروب التي الآن نشهدها خصوصا في الوطن العربي وفي ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط قتال اليهود وكثرة الروم واستضعاف المسلمين كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها أحداث تقع والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية ولكن العلامات الكبرى التي لم تقع بعد هي هذه الخسوفات المتتاليه خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيره العرب فتن تظهر كالمسيخ الدجال الذي سوف يتبعه الناس وسوف يعطيهم الادله والبراهين ويقنعهم منهم من قال بان المسيخ الدجال وهذا الفكر السائد الذي يطعن في القران وينكر السنه وياتي بالفتن يقوم بوظيفه المسيخ الدجال ولكن من من قال بانه ليس فكر هو رجل رجل بشحمه ولحمه عنده قدره على الفتنه ثم الى جانب الدجال خروج ياجوج وماجوج هؤلاء يسمون محور الشر محور الشر يكونون في المجتمع ولكن بالمقابل ربنا تكلم عن محور الخير محور الخير هو ظهور المهدي المنتظر ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فالحياة هي هكذا قائمة على الصراع بين الخير والشر بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وأن ذاك تقوم الساعة على من تقوم؟ تقوم على شرار الخلق آخر علامة من علامات الساعة وخروج هذه النار ولكن البطون تصبح عقيمة آخر أعلمت الساعة أن البطون لم تعد تلد ربنا عز وجل يوقف الإنجاب وبالتالي لأنه حتى لا يولد أطفال أبرياء ويكون ضحايا الكوارث التي يشهدها العالم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع أهل الإيمان واليقين وأن يختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله نسأل الله جل جلاله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن نسأل الله تعالى أن نكون من المعتصمين ويجعلنا من الذين يعتصمون بكتابه وبسنة نبيه وأن نكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولوا معنا جميعا آمين امين امين يا رب العالمين